زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس في اخر نص ساعه من الحصه نتاعنا اليوم. اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري متالق البارح في كاس الكاف مع نادي المقاولون العرب. البارح كان نادي كان فوز ساحق ليه في كاس الكاف، 9 اهداف كامله منها مساهمه كبيره للاعب التونسي سيف الدين الجزيري بجوز اهداف جوز اسيست ظهر لي ومساهمه في بينالتي. اكدنا معنا بالتليفون سيف، هكا ولا ما يشغل سيف؟ هكا هكا اخويا هكا هكا صافا. شنو احوالك لاباس؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد لله خويا، مشرفنا في مصر ظهر لي وتاك برشا وتالق مع نادي المقاولون. خويا ما شاء الله عليك. الحمد لله الحمد لله، واحد يخدم على روحه ديما يحاول يحسن في حاجات ديما نحاول نحسن من روحي باش ديما نبدا اون فورم كاو. الحمد لله. ماتش ما وسع برشا ظهر لي البارح وحتى للي جاي نتصور اصعب باش يكون المقاولون، خاصه ما عندكمش او ما عندوش فريق نتاعكم خبره كبيره في المنافسات هذه ولا سيف؟ بالطبيعه هاي بالطبيعه الماتش الجاي باش يكون اصعب، لكن ما فماش ماتش صعيب وماتش سهل، ماتش كلهم صعاب. تحضر مليح بيان كونسونتري تعدي ماتش باهي. باهي احكي لنا شويه على الماتش البارح اللي كنت سيف ظهر لي نجاعه هجوميه كبيره ظهر لي. والله الحمد لله، يعني الفرص هذوما ما يجيوش، تحاول يستغل الفرص، يعني يحاول يستغل الفرص على درجه فهمتني. شنو هي طموحاتكم السنه ان شاء الله في المسابقه هذه؟ والله نوصلوا لابعد فتره في يعني ابعد فتره في البطوله الافريقيه ان شاء الله. هو احنا كتوانسه ما نتمناوش هذا سيف. كل واحد يشوف مصلحته وقت. اكيد الناس الكل تعرف التونس جاي باش تقابلوا النجم الساحلي مواجهه تونسيه وكمان ما يسمى ما هو سهل ليتوالا. صحيح هي ماتش مش سهل، نجم الرياضي الساحلي من احسن فرق اللي في افريقيا، ان شاء الله نحضروا ماتشنا بالكدا ان شاء الله ننتصروا كامل. نتصور انت بداوا يسالوا فيك على نقاط قوه نتاع ايتوال، نقاط ضعف ظهر لي. لا بالحق مازلنا ما عندنا ماتش في الشامبيونان ان شاء الله نلعبوا كنت الزمالك نهار الجمعه. اي ماتش صعيب وكهو. ماتش مع فرجاني معناها ماتش صعيب. اي ماتش صعيب ماتش صعيب ان شاء الله نعملوا ماتش بليزيتا بوزيتيف نخدموا اكثر مرتاحين. التحقوا بك ظهر لي ثنائي تونسي حاليه فنيه في المقاولون، ظهر لي وريتهم سمعه صوره باهيه للملاعبيه التوانسه، دخلتوا عليك هيثم الجويني ظهر لي تعرفوا مليح ووسيم النغموشي. صحيح صحيح هيثم وسيم لاعبين باهيين برشا، ان شاء الله نقدموا الاضافه المطلوبه منا من النادي ان شاء الله. انت حليت لهم ثنيه؟ والله شو نقول لك؟ فما علي فما علي معلول فما فرجاني فما ايام اكيد الجمعيه نتاعك سالوك عليهم نتصور ولا؟ اي بيان سور خاصة هيثم انت وياه ظالم من منتخبات الشابه الكل. صحيح ما قلقك سيف فرد بوست تقريبا نجم تاع مع بعضكم الزوز؟ لا نورمال فما مشكل وقت ما لعبوش ظهر البارح وقتاش يبداو مؤهلين ان شاء الله. ان شاء الله تورجي ان شاء الله. سيف ظهر لي كنت معنا في مداخله سابقه ظهر لي اكدت قلت وقتها كان فما اوفر من الكلوب تسايات متقدم، علاش ما تمتش الصفقه؟ والله انا بالنسبه لي انا ما عندي حتى علم، تو انا عندي معناها ركز الشامبيونان وعندي كاس تو سي بون الباب نتاع الانتقالات تقفل وكل شيء، وان شاء الله في الجي اللي فيه خير ربي يسهل فيك. ها وجددت يعني عقدك انت ظهر لي؟ نعم جددت الكونترا نتاعك معناها. اي نزلت الكونترا حتى ظهر لي كانت فما عروض خارجيه كيف ما كتبتش زاد. اي لا ان شاء الله كاو سي بون قلت لك قفلتها صفحه الانتقالات وكل شيء ركز في الشامبيونان وركز ان شاء الله كيما العامين ان شاء الله. المنتخب سيف ما كنتش موجود في القائمة الأخيرة رغم اللي كنت موجود في الستاج اللي قبل. عادي. حكيت شوية مع الانترينور ولا؟ فما حتى مشكل، ودي أنا على المنتخب نعرف 5 دقايق نلعب 2 دقايق ما عيطليش، عيطلي أنا ما عندي حتى مشكل، نخدم ونحاول ديما نحسن من روحي باش نبدا ديما أون فورم، هذايا الشعار. هي متقلق شوية خاصة ما كانش فما مهاجم في الليستة.
اي ما عندي حتى مشكلة، انا قلت لك انا ما عندي حتى مشكلة، فما تقلقش. مورالمون ليه ما تمس شوية؟ لا 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 ما تقلقش، الجملة اخويا نخدم على روحي وزيد تشجعني باش نزيد نقدم قدام. واضح، يعطيك الصحة سيف، يعطيك الصحة، بالتوفيق ان شاء الله في بقية المشوار نتاعك مع المقاولون. دونك كان هذا سيف الدين الجزيري، لاعب السابق للنادي الافريقي، لاعب المقاولون العرب حاليا، كان حكينا على تجربته في بطولة مصرية، وايضا البارح كان تألق بشكل خاص مع نادي المقاولون العرب في كأس الكاف، 9 أهداف كاملة لناديه، منهم ثنائية 2 أسيست وجاب بينالتي. سيف تقريبا وقع احتياله كرجل المقابلة البارح. فاصل ثم نعمل طالع على مقابلة السي اس اس المتقدم على زنزبار، النادي مانج من زنزبار مع زميلنا فاضل بوجناح، ثم راجعين. شو كانت حلوه الليالي والهوى يبقى ناطرنا وتيجي تلهيني ياخدنا بعيدي هديري معي شي معهم كياس شعرابية رايحين جايين